ايه الكلام ده يا استاذ خالد؟ اللي سمعته يا عبد الله النيابه حفظت القضيه، يعني قيدت ضد مجهول. مجهول ايه؟ طب والادله؟ للاسف مفيش اي ادله ماديه قدرت تحول القضيه للمحكمه، وشهادتك واقوالك ما بيثبتوش التهمه ابدا على سلطان رجالته، رغم العداوه المؤكده بينك وبينهم. القانون يا عبد الله ما بيعترفش غير بالادله الماديه وبس. قانون ايه؟ والله العظيم ده ظلم، ده ظلم. ما بدري عايز ايه؟ عايز اعرفك مهامة. هم دول اللي هيحموك عشان تعرفني مهامة ولا ايه؟ اه هيحموني وهتتروق النهارده. الله 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 الله، ما تهدى كده يا عبد الله. صلوا على النبي يا ركال. خليك في كوزك يا ابني منعوزك. ارسلك يا عبد الله محدش ليه فيه. ايه يا جدعان كده الموضوع هيكبر. وانا عايزه يكبر. لا 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 استنى 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 استنى. لا عبد الله معلم. لو تشوفه هو عمال يفرفر ويقول لك ايه التوك توك، لا التوك توك لا، كنت هتموت على نفسك من الضحك. ما تصورتوش ليه يالا؟ كنا نزلناه على البتاع ده اللي اسمه الفيسبوك. ايه ده؟ معلش يا معلم فاتتني دي، هبقى اصوره لك المره الجايه. لا مره جايه خلصت خلاص كده، رجله اتقطعت على الموقف. لما نشوفه بقى هيعمل ايه تاني؟ ولا هيعمل حاجه، ده حتى الاسم اتاكل فيه على قفاه وخارج قفاه بيقمر عيش. حلو قوي كده، بقى استريحنا من عبد الله. باقي بقى الدور على هنداوي الكلب. ناوي عليا كتير. كان جمل وبيرمح. انا بقى هلجمه، اجيبه من مناخيره كده واقول له نك على الارض. ما ترسيني على الفوله. اتقل تاخد حاجه نظيفه. المهم انا عاوزكم تجيبوا لي الواد سوابق وتكمروه في المخزن. بس الواد ده كان بقاله كام يوم مش باين في الموقف. تبقوا تغطسوا وتجيبوه من تحت قطيع الارض. خلاص يا كبير هنعسه ونجيبه لك تحت رجليه. زود ويلعب.